كيف نقول فرصة بالإنجليزية؟ opportunity. كيف نقول تحدي بالإنجليزية؟ challenge. كيف نقول حل بالإنجليزية؟ solution. لايك للفيديو. إذا كانت إجاباتك الثلاث صحيحة، كيف نقول تحسين بالإنجليزية؟ improvement. كيف نقول قرار بالإنجليزية؟ decision. كيف نقول إنجاز بالإنجليزية؟ achievement. كيف نقول مسؤولية بالإنجليزية؟ responsibility. كيف نقول تواصل بالإنجليزية؟ communication. كيف نقول ثقة بالإنجليزية؟ confidence. قل لي كم أجبت على 10 في الكومنتس. كيف نقول تقدم بالإنجليزية؟ progress.